السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم هذه الفطائر المقلات او البنيه على شكل حلزوني، كيجيو رائعين، ساهلين بزاف التحضير، ما تياخذوش وقت بزاف، وكذلك انهم ما تشربوش الزيت، وخا تقليهم في الزيت راه ما تشربوش، يعني تبقاو ناشفين قطنيين خفاف، ومذاق ديالهم يا سلام لذيذ بزاف. اكيد وليداتك دائما غادي يطلبوا منك انك تحضريها كما كتشوفوا. نتمنى اخواتي ان هذه الوصفه تعجبكم، ما تنساوش لايك اذا عجبتكم الوصفه، وما تنساوش الاشتراك في القناه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات راه متوفره في كل البيوت، مكونات بسيطه. كنحتاجوا كاس ديال الحليب، الحليب كيكون دائما هكا دافي. عندنا واحد وربع كاس ديال الزيت، تقريبا واحد 4 معالق ديال الزيت كبار، ربع كاس ديال الزيت، بيضه واحده. الا بغيتوا العجينه دغيا تخمر لكم، خليوا المقال هذا المكونات كلها تكون في حراره المطبخ. عندنا فانيليا ساشي وحده، وهاد الفانيليا تعطي واحد النسمه زوين للبني، تقدروا ديروا حتى جوج. وعندنا السكر تقريبا هنا واحد 3 معالق كبار ديال السكر، خميره ملعقه كبيره، المهم ملعقه عامره ديال الخميره، خميره اما معجونه اولا هذه اللي متوفر عندكم. كنخلطوا هاد المكونات وكنزيدوا دابا الملحه، ملحه مهمه على حسب الذوق، غير شويه، ونخلطوا المكونات، ومن بعد نزيدوا الدقيق بشويه بشويه، كنخلطوا ومن بعد الا خاصنا الدقيق كنزيدوه. ودابا غادي نجمع بيديا، غادي نزيد الدقيق، وغادي نديروا واحد ملعقه ديال الزبده، الزبده ديال العبار ولا هاد الزبده ديال البواطا، وكنزيدو بشوي بشوي الزبده، ما درتهاش في الاول باش تدخل في العجينه. تقدروا ديروا حتى ملعقه كبيره، لان درنا الزيت، المهم ماده الدهنيه راه درنا شويه زيت شويه زبده، تقدروا تكتفيوا بالزيت اولا تكتفيوا بالزبده، ماشي ضروري تخلطوهم بجوج. صافي غادي غنجمعها بدون ديك بدون مجهود، كنجمعوها غير كتلصق، كتجمعوها كنخليوها كترتاح تقريبا حتى يضاعف الحجم ديالها. الا بغيتوا دغيا تعرف الحجم ديالها، حاولوا انكم ديروا المكونات دافيه، وكذلك تحطوا هاد العجينه في مكان يكون دافي، غطلع لكم دغيا تقريبا ما تفوتش نص ساعه، المهم نص ساعه زايده شويه. صافي هكاك غادي منين ناخذوها كنقادوا ديك الكره ونسرحوها. انا غير سرحتها باش نقطعها، يعني غادي نقطعوها هكايا على شكل اجزاء، تقدروا تكتفوا نتوما ديروا غير كريات من الاول. انا غير درت هذا الشكل هذا باش نقطعوها اجزاء، نديروا كريات متساويه الحجم. الا بانت لكم شي وحده يعني كبر من الاخرى كنقصوا يعني العجينه، ممكن هنا قد بالنسبه لي كما شفتوا هذوك المثلثات راه كاين اللي كبار، وكنحيد منهم العجينه وكنقاد كريات صغار. الا بغيتوهم يكونوا يعني هاد البيني الحال شكل حلزون يكونوا صغار، حاولوا انكم مازال تنقصوا، يعني انا درتهم شويه كبار شويه ماشي صغار، متوسطين. المهم بعد ما تنصوبوا كريات نخليهم واحد 5 دقائق باش ترتبط العجينه، ومن بعد تنديروها بالطريقه هذه، كنسرحوها على شكل شريط ومن بعد تندوروه، سهله. حاولوا انكم من الطرف الاخر كتلصقوا باش ما تحلش لكم العجينه في الزيت، كتلصقوا مزيان. كناخذوا الكره وكنسرحوها ما تكونش غليظه، ومن بعد تندوروها بحال هذا الشكل هذا، والطرف الاخر كنشدوا ونلصقوه مزيان باش ما تحلش لكم في الزيت، وتنستفوها في واحد المكان في شي طاوه ولا في اي بلاصه هكايا، مهم فوق ورق الزبده باش ما تلصقش لكم. كما شفتوا كنسرحوا تنبقاو ندورو هكا، المهم بحال شكل طفيره، وكنسدو الطرف الاخر، وهذا هو الشكل ديالها، كيجي لهذا الشكل. نكملهم كاملين وتنخليهم يختمروا تقريبا واحد 10 دقائق، ماشي بزاف، مده قليله يعني، ما غاديش يختمروا واحد التخمار يعني بزاف. مجرد ان ندير الزيت ملي كنكمل العجينه كندير الزيت سخن، ديك الساعه كيرتاحوا. انا تكملت الكريات درت الزيت سخن، ما خليتهمش يختمروا بزاف، فالوقيته فاش تسخن الزيت
صافي هما ديك الساعه كيرتاحوا تقريبا واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق باش تسخن الزيت وطيبتهم. يعني العجينه اللي في الاول اختمرت صافي اكتفينا بداك الاختمار الاولاني يعني صافي مكيتعطلوش ليه مكيتعطلوش هاد البيني بزاف باش ما يكونوش غلاط يعني يكونوا يعني هما كيتنفخوا ملي كيطيبوا كيغلاضوا. كنسخنوا الزيت مزيان وحاولوا انكم العافيه ما تجهدوهاش ملي كتسخن الزيت تحطوا العجينه في الزيت العافيه نقصوها باش يلا طيب لكم من الداخل لان غادي تحمر لكم من برا والداخل تبقى خضر. حاولوا بالنسبه للمبتدئات اللي ما عارفينش نقصوا العافيه تكون متوسطه ما تكونش مجهده. اما الا كانت لقينا المقله ثقيله ماشي مشكل اما كانت مقله خفيفه راه غادي يطيب لكم دغيا وما غاديش يطيب من الداخل يطيب غير من برا لان فيها السكر وكيبان لكم بحال طيب وهو يخضر من الداخل. تابعوا الطريقه وما تجهدوش العافيه كما تشوفوا المقلاه راه ما جهدش العافيه راه خفيفه. ملي تيتحمروا مزيان تنحيدوهم تنحطوهم في بلاصه هي ما كيشربوش الزيت نحطوهم غير في شي في طبصيل اولا في شي شبيكه صافي وكنحطوا بقيه الوحدات. دابا غنقص العافيه باش كيطيبوا على خاطرهم ملي تيطيبوا كاملين كما كتشوفوا راه ما فيهمش يعني حس ديال الزيت ناشفين وحمرتهم طايبين مزيان من الداخل. كناخذوا واحد الخنيشه هكايا بحال هادي الا عندكم داك ديال الخبز الباتيسري ديروا فيها السكر مخلط مع الفانيليا وكنديروا واحد شويه السكر في اللون بعد تقدروا رشوا من نزيدوا السكر كميه اخرى فوق منها فوق من هاد الفطائر باش تخلط مزيان بالسكر اولا كنخلطوا ديك الساشي مزيان باش السكر يلصق في هاد الفطائر محطو مسخان هانتوما السكر كيبقى لاصق فيهم ملي تيكونوا سخان هانتوما كما كتشوفوا كنحيدوهم وكنديروهم في الطبيصيل وكنوجدوا كاس اتاي ولا كاس الحليب الشكلاط اولا القهيوه وبالصحه والراحه. نحل لكم حيت تشوفوا يعني الشكل ديالها يعني راه طايبين من الداخل واخا غلط خاص غير الطريقه ديال الطياب عاوتاني ما نزربوش عليهم واخا تصاوب الوصفه حتى الاخر ملي كتجي كطيبي كتخسريها يعني. حاول انك تتبعي الطريقه العافيه ما تجهديهاش سخني الزيت مزيان ونقصي العافيه وحطي الفطائر ديالك يطيبوا على خاطرهم كيجيو رائعين اخواتي ولدات في المذاق. مع السلامة أخواتي مع وصفة جديدة إن شاء الله ونتمنى أن هذه الوصفة تعجبكم ما تنسوش لايك إلى اللقاء.